ورجعنا لكم تاني في عسل ابيض. والفتره اللي فاتت ظهرت اصوات بتقول ان المراه المصريه خدت كل حقوقها وان كفايه عليها كده، لكن الحقيقه ان المراه المصريه كل يوم بتثبت انها لازم تاخد حقوق اكتر، والحقوق دي بتساوي قوتها وقدرتها في المجتمع. عشان كده لفت نظرنا كولكشن لملابس بعنوان حره واللي صممته مصممه الازياء الجميله ميرنا عاطف. هنعرف منها ايه الرساله اللي عايزه توصلها من الكولكشن ده. برحب بيكي يا ميرنا، منورانا في استوديو عسل ابيض. اول سؤال بقى واهم سؤال، ليه حره؟ ليه حره؟ موضوع كبير قوي. ايوه بصي يا ستي، انا بدات عايزه اعمل حاجه يونيك، وانا اصلا بشتغل كوتور مش بريتا يعني بورتي. اساسا فساتين سواري. اوكي انا بدات فساتين سواري وستيل تمام، فقلت انا عايزه اعمل حاجه جديده وفي نفس الوقت تبقى بريتا بورتي. اوكي، ففي الفاشن هيستوري انت عارفه طبعا زمان ما كانش البنات ليها غير الدراسز والسكيرت الفساتين والجوبات، فعلا كانش في خالص تاوزز، انثى كانت انثى فعلا، كانت تلبس حاجات فعلا بنات بالظبط. فاحنا اخذنا الكونسبت البنطلونات ده منين؟ بعد الحرب العالميه كان لازم ننزل نشتغل عشان الرجاله بتروح الحرب والكلام ده، فمن هنا بدات ان احنا نلبس سوت نلبس تاوزز عشان نبقى كومفي في الشغل. فمن هنا اخذت المراه حريتها ان هي تبدا تلبس بنطلونات. فانا كنت عايزه اوصل مسج ان المرأة بقت زيها زي الرجل بالظبط. صح، لازم اتس فيري هارد الست زي الولد، ما هيش كمالة عدد كده فعلا. اتس فيري هارد دلوقتي في السوشيتي اللي احنا فيه والرجالة عامة ان هم يتقبلوا فكرة ان البنت بقت حرة خلاص. صح، المرأة بقت بتعمل نفس يعني بتقوم بنفس عمل الرجل. مظبوط. فيعني دي حاجه واحيانا بيكون اكتر ان انت كمان مش بس في الشغل بتقومي نفس العمل، انت بتروحي البيت وبتطبخي وبتنضفي وتاخدي بالك من الولاد ومن المذاكره، ف يعني احيانا بنبقى ممكن كمان نبذل مجهود اكتر منهم. بالظبط. طب انا عايز اعرف انت ليه قررتي ان انت تعملي الرساله دي على تيشيرتات بالاخص؟ يعني ليه ما فكرتيش تعملي اي فكره ثانيه؟ ليه مثلا مش على فساتين؟ ليه مش على هدوم اصلا؟ على يعني ايه اللي خلاكي تعملي الفكره دي على تيشيرت؟ بصي هقول لك على حاجه، انا اصلا وومنز وير. اوكي، فانا كنت حتى هتلاقي في الفوتوشوت بتاعتي انا جايبه موديل ولد مرشدي، فانا كنت عايزه اوصل ان هعمل ازاي حاجه الولد يلبسها وانا مو من زوار غير تي شيرت عشان تبقى يوني ست. صح، التي شيرت هتمشي على ولد وعلى بنت بالظبط، على اي حد بالظبط. فانا قررت ان انا اعمل تي شيرت وعملت سوت كمان وتراوزز، واستخدمت البليدز دي كلها قماشات ولاد من محل يعني بيبيع حاجات رجالي. لبدل رجالي بالظبط، استخدمتيها للشوت بتاع حره رغم ان هو للسيدات. بالظبط. والله حلوه الفكره دي عشان توري الناس ان احنا ممكن حتى نلبس لبسكم. بالظبط، احنا خلاص بقينا اولاد، انا بلبس لبس اخويا عادي وكل حاجه، وكلنا دلوقتي بقينا نلبس لبس الولاد. حلو جدا جدا. طب قولي لي بقى ردود الافعال كانت عامله ازاي بعد ما عملتي الكولكشن؟ بصي انا ما تخيلتش خالص ان هي هتبقى كده، هي جات لي اصلا باي تشانس، فانا يعني الحمد لله الحمد لله يعني جات لي مكالمات كتير وكذا ماجازين كلموني فعلا، مجلات بقى ولقاءات بالظبط وكذا فاشن بلوجر، فانا اللي هو ايه ده استغربت بجد يعني. حلو قوي. يعني طب هل كتبتي رساله ثانيه غير كلمه حره ولا هي بس حره فقط؟ لا هي حره، وكتبت طبعا مسج ان هو انا ليه حره؟ ليه الكولكشن اسمه حره؟ وبقى له قد ايه الكولكشن ده؟ ما فيش، ما كملش شهر. فعلا شهر. بس انا مصوره اخر 12 اخر 12. طب والله برافو عليكي، ما كملش شهر. انت شايفه ان المراه المصريه محتاجه لسه حريه اكتر من اللي عندنا دلوقتي؟ طبعا استيل احنا محتاجين حريه. ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي احنا مش عارفين نطلع من السيركل اللي هي خانقانه دي، لغايه دلوقتي لسه السوشيتي اللي احنا فيه مش متقبل فكره المراه، واحنا خلاص في 2018 المراه مش واخده حريتها او حقوقها بالشكل اللي المفروض تاخده. وممكن تاخده ازاي اكتر من كده؟ يعني مش عارفه بس. طب انا هقول لك حاجه، دلوقتي مثلا في بنات كتير فعلا ممكن تكون مش حابه ان هي تلبس فستان او جوب في الشارع عشان خايفه من التحرش، هل دي مثلا حاجه من الحاجات اللي انت تقصديها؟ طبعا اكيد شفتي مواقف طبعاً كتير يعني. طبعا دي اول مسج انا عايزه اوصلها، ان يعني ان البنت خلاص بقت لازم مضطره كمان الايام دي ناو دايز ان هي تلبس زيها زي الولد بنطلونات وكده عشان هي خايفه فعلا من نظره المجتمع ليها فعلا عشان الشوارع. بالظبط. طب ليه اخترتي الالوان دي بالاخص؟ عشان الالوان دي هي الترند، يعني مثلا الريد از ذا نيو بلاك،
السيدون ده. انا اصلا يعني شخصيه بلاك، يعني بلبس بلاك كل الشخص بتاعتي بلاك. فان انا اصلا اتقبل فكره ان انا ادخل رد في الموضوع كانت صعبه بالنسبه لي جدا. لا هو اللون الاحمر الصارخ موضه جدا السنه دي فعلا. بالظبط. والبليد، قماشه البليد اللي هي الكاروهات دي موضه جدا طبعا. صح. مثلا البلاوز البيضة عامله سليفز بتاعتها دراماتيك، عشان الدراماتيك سليفز موضه جدا. تمام. اللي هي الليذر الجلد طبعا موضه جدا والقطيفه. بالظبط. طب قولي لي انت ابتديتي اصلا كمصممه ازياء امتى وازاي، ودرستي ولا ما درستيش، ولا احكي لي اكتر عنك انت بقى شخصيا. اوكي. بصي الموضوع بدا from a very early age، من وانا عندي مثلا 10 سنين. انا into art جدا. اوكي. انا بحب الرسم واي حاجه ليها علاقه بالفن. اوكي. فمن وانا صغيره بعرف ارسم كل الكلام ده. هايل. وماي جراند ما الله يرحمها كانت فاشن ديزاينر. الله يرحمها. كانت بتعمل كل حاجه بايديها. يعني انت اتعلمتي من جدتك عشان هي كانت تحب تخيط. بتعمل كل حاجه بايديها، حتى حاجات التطريز بتعمل باترون الليس بايديها. حتى ما بتشتريش ليس، ما بتشتريش دونتال جاهز. هايل. فانا بقى بدات عندي الهوايه من هنا ستيب باي ستيب. بس لغاية لما خلصت مدرسة، بعد كده زي أي حد تقليدي دخلت بزنس. بعد كده ما عرفتش، يعني ما لقيتش نفسي. ده بقى من الكولكشن بتاعك؟ ده سواري. من سواري. ده اللي كان قبل بقى ما تبتدي حرة. بالظبط. ده كان من كام سنة مثلا؟ من سنتين. ده قبل ما اتخرج على طول. يعني انت من سنتين بس ابتديتي؟ لا انا بدأت يعني بروفيشنال من سنة واحدة بس. من سنة واحدة بس؟ ده كان وانا ايام دراستي. هايل. دي صاحبتي عملت لها فستان كانت بتكتبها. حلو قوي. ده كان برضه قبل ما اتخرج. وما كانتش خايفه بقى ان انت لسه بتبتدي وكده وده كاتب كتاب يعني فستان وصورتها دي اصلا ده. حتى ما فكرتش في الديزاين معايا ولا اي حاجه. انت انا سايبالك نفسي خالص. ثقه عمياء زي ما بيقولوا. لا بس هو فعلا يعني ثقتها في محلها ان الفستان يجنن. ميرسي. حلو جدا جدا. وده كمان ده كان قريب، ده كان في شهر 7. حلو قوي. دي ماي كازن، دي اختي. بصي انا بدات اجرب في سواري في الاول خالص طبعا مع يعني اهلي وصحابي، يعني الجروب اللي انا فيه، لغايه لما الناس بقى بدات تحب شغلي وكده وبقيت بيجي لي اوردرز. ده كان بروجكت للفالنتاين في الاكاديمي. طبعا الالوان فعلا عيد الحب فعلا تحفه. ده انا. ده حلو قوي كمان. ده انت. ده انت بصوره. حلو جدا. طب الفكره مثلا زي دي جات لك ازاي؟ ده لولي مش انا بقى. البيرلز موضه جدا وانا هي مش عشان موضه بس، عشان انا بحب البيرلز جدا. مفيش بنت ما بتحبش اللولي. يعني كل حاجتي لولي. وبحب البلاك جدا، فجات لي. وبحب البوز قوي طبعا، فجات لي ان انا اعمل فيونكه واحط فيها بيرلز، وده كروب توب وسكيرت دو بياس، مش تحفه دس كامل. ده يعني ده وانا عندي 13. يا من زمان انت ابتديتي سكتشات وعايزه تكوني مصممه ازياء. اتس ماي باشن. ده من الجراديويشن بروجكت بتاعي. انا درست في ايطاليان فاشن اكاديمي. لسه كنت هسالك درستي فين؟ درست في ايطاليان فاشن اكاديمي، اتخرجت ب A بلس امتياز. هي لا واضح. لا حلو ان احنا عندنا في مصر فعلا يعني اكاديميات ممكن فعلا تعلم الناس اللي نفسها. بصي انا يعني انا دورت كتير قوي علشان الاقي حاجه تعلمني بجد، وكنت مسافره خلاص ايطاليا وكده، لقيت ان ايطاليان فاشن اكاديمي ليها كذا فرع، وفتحت في مصر من 5 سنين، يعني عملت كذا دفعه قبليه. صح. فكنت شايفه بقى ان في دفعات اتخرجت وكان عندك ثقه فيهم وقلت بقى خلاص هي دي. دكتور ستيفاني علمتني كتير قوي، هي المانجر بتاعت الاكاديمي. بس وعملت الجرادويشن بروجكت بتاعي عن نمبرز. التخرج عن ايه؟ نمبرز، الارقام. فيش ولا ديزاينر انترناشونال ولا ناشونال ولا لوكال حتى عمل فكره النمبرز. وانا ان شاء الله انا ما عرضتهاش كلها عشان انا ان شاء الله عايزه انفذها قريب، بس هي عايزه بروفيشنال ليفل معين عشان صعبه جدا، فيها تكنيكس، فيها ديتيلز كتيره جدا. صح صح. طب قولي لي ايه اكتر خامات بتبقي مستريحه وانت بتستخدميها؟ بتبقي مبسوطه كده تقولي ايوه بس هو بقى ده انا هطلع منه حاجه ما حصلتش. بصي مش حاجه معينه قد ما هي يعني لازم تكون حاجه اليجنت. ديزاين نفسه. حاجه اليجنت، والديزاين هو اللي بيفرق مش الخامات. انا ما عنديش مشكله في الخامات خالص في مصر قد ما في التنفيذ. طبعا. يعني انا بعمل كل حاجه بايديا. ايه ده، برافو عليكي. ما عنديش حد هو اللي بيعمل لك كل حاجه. يعني ليتلي بقى لما بقى مساعدين اكيد. ليتلي لما بقى بيجي لي اوردرز بقيت في حد بيساعدني. يعني مثلا انا اقص وهي مثلا تخيط، لو انا عندي وقت انا كمان هخيط معاها ما عنديش مشكله، بس كباترون انا اللي بعمل باترون، انا اللي بقص الباترون، انا بعمل كل حاجه من اي تو زي. طب بياخد منك قد ايه وقت؟ بصي على حسب، ساعات بخلص ممكن الدس يعني باترون مثلا ياخد 3 ساعات، التنفيذ ياخد 3 ساعات، ممكن مثلا اتدلع شويه ياخد وقت اكتر، فعلى حسب انا عايزه اخلصه امتى.
طب والناس اللي عايزه توصلك توصلك ازاي؟ عندي فيسبوك بيج، الناس تدخل عندي على الفيسبوك انستجرام. والانستجرام اسمها ايه البيج؟ كاتور دولاميرنا. فالناس بقى تقدر تدخل على الصفحه دي على الفيسبوك وهم يقدروا يتواصلوا معاكي بقى عشان تفصلي لهم فساتين. طب احكي لي بقى اكتر عن السكتش ده. السكتش ده عملته في 2017 بعد ما اتخرجت. انا اتخرجت 2016، كنت عايزه اجرب انا لسه فاكره ولا نسيت ايه دي عامله ايه. فبدات انا بحب الحاجات الباكلس قوي، الحاجات المفتوحه من الظهر، وبحب زي ما قلت لك البوز قوي، فجربت. حلو جدا جدا. طب هقول لك حاجه، من اول ما بيجيلك الفكره وبتعملي سكتش وبتجهزيه لحد ما بنشوف الفستان جاهز وممكن واحده خلاص تاخده وتقدر تستخدمه، تاخدي وقت قد ايه في المرحله دي كلها؟ بصي على حسب الديزاين. بصي ساعات افكار انا على طول ما بين ماشيه ايه وايه. طيب انا على طول ماشيه بنوت بوك في الشنطه، مستحيل تطلع منها، عشان انا يعني انا مثلا بعمل ممكن اطلع من ده الدرس، فاهمه قصدي؟ فما ينفعش انسى، فعلى طول بسكتش الموضوع. بس فالموضوع يعني يا بياخد وقت قليل يا بياخد وقت كتير، على حسب الديزاين، على حسب الفكره، على حسب التنفيذ. طب مين اكتر فاشن ديزاينر بتحبيه انترناشونال بقى، من الناس العالميين بقى اللي بره مصر؟ شانيل. شانيل ده اكتر بيت ازياء بتحبيه. طب اكتر شخص مثلا او 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 ست؟ إلي صعب. انا مستنيه الرد ده. هو ده، مفيش حد جاء على الكرسي ده ما سالتوش السؤال ده الا ما اداني نفس الرد. فعلا فعلا طبيعة. هو يعني مشرفنا كان هو يعني فاشن ديزاينر عربي طبعا، مشرفنا في الغرب وفي هوليوود وكل نجمات. طب هنا في مصر مين اكتر فاشن ديزاينر بتبصي له او بتبصي لها كده بتقولي ايه يعني انا بقالي سنه بس انا في يوم من الايام نفسي اوصل زيه او زيها؟ انا بحب تمرازه قوي. طبعا قوي. طبعا طبعا يعني بحسها يعني لا حقيقي very elegant و simple في نفس الوقت، يعني لا بحب كل حاجاتها بحسها هاند ميد. لا بحبها. دي حقيقة. دي حقيقة. طب الكولكشن الجديد بتاعك بقى هيكون موجود امتى؟ جهزتي خلاص السبرينج سامر ولا لسه؟ انا حاليا بجهز في الموضوع عشان لسه مخلصه ده ما كملت الشهر، بس حاليا انا بجهز للسبرينج سامر ان شاء الله، بحاول اخلصه. حاجه زي حره برضو وراها رساله ولا بقى خلاص؟ لا بليز. بس انا مش هوقف حره لهنا عشان انا عايزه اكستند حره. طبعا لازم تطوريها وتعملي يعني بحب اطور الومن قوي، يعني بحب طبعًا اشجع المراه وكمان المراه القويه طبعًا. فانا يعني مش هوقف حره لغايه انا هتكمل ان شاء الله، هحاول اكستند. اخر سؤال، بتحلمي بايه؟ نفسك توصلي لايه يا ميرنا؟ انترناشونال. بصي لما نبقى نوصل للانترناشونال واحنا يعني بنعمل حاجات يعني proudly made in Egypt، ان احنا فخورين ان هي صناعه مصريه يعني مثلا بالظبط، ناس بره مصر تمسك التيكت كده ايه ده ميد ان ايجيبت، لا دي حاجه طبعا تخلي اي حد فخور. طبعا فا اتس ماي دريم ان شاء الله وان داي. طبعا ميرنا انا مبسوطه جدا جدا والله انك معايا النهارده، وسعيده ان انا شايفه واحده ست بتساند الستات وفي أيوة. برضو هدف ورساله من وراء الكولكشن بتاعك، فانا مبسوطه جدا جدا بيكي وان شاء الله تجي لنا تاني وتنورينا في استوديو عسل ابيض ونشوف الكولكشن الجديد ان شاء الله. ثانك يو شيرين. ميرسي جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده واخر حلقه في الاسبوع، وهنستناكم ان شاء الله يوم الاحد في نفس الميعاد من 3 ل 5 في حلقه جديده من عسل ابيض.